ثم تأتي المسألة، ما الأفضل للمسافر؟ طبعا المسافر يا إخوة مخير، إن شاء أفطر وإن شاء صام. وقد نقل جماعة من الفقهاء الإجماع على ذلك. وقفنا على شيء من الخلاف نسب إلى بعض السلف وبعض الظاهرية، إلا أن هذا الخلاف لا يعتد به لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الصريحة. فقد روى البخاري أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أأصوم في السفر؟ أأصوم في السفر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. رواه البخاري في الصحيح. فهنا خيره النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يلزمه بالفطر لكونه مسافرا. أيضا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. متفق عليه. وأيضا ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر. فالمسألة محسومة أن المسافر مخير، لكن ما هو الأفضل له؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال جماعة من العلماء إن الأفضل له الصيام إلا في مسائل مستثناة. قال: والأفضل له الصيام إلا إذا كان مجاهدا مسافرا للجهاد واقترب من العدو، أو شق عليه الصيام مشقة أجهدته، وما عدا ذلك فالأفضل الصيام. وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وذهب جماعة من العلماء إلى أن الأفضل له أن يفطر، ويستثنى من ذلك مسائل. وهذا مذهب الحنابلة، ونسب إلى الشافعية التخيير من غير تفضيل، لكن المذكور في كتبهم التفصيل. فقالوا: إن أجهده الصوم فالأفضل الفطر، وإن لم يجهده الصوم فالأفضل الصوم. فيرجع قولهم إلى قول الحنفية والمالكية أن الأفضل الصيام إلا إذا أجهده الصيام. والتحقيق والله أعلم التفصيل. فإن كان الصيام أسهل عليه من القضاء، جاءنا قال: أنا في رمضان حتى لو أنا مسافر أن أصوم في رمضان ومع الناس أسهل علي من أن أقضي بعد هذا، فالأفضل له أن يصوم، لأن المقصود من الرخصة التيسير. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وهو الآن مخير بين أن يصوم وأن يفطر. وما الأيسر عليه؟ الأيسر عليه أن يصوم. إذن الأفضل أن يصوم، الأفضل أن يصوم. وإن كان يشق عليه الصوم في السفر حتى يجهده ويضعفه عن مصالحه ويضعفه عن العبادة، فالأفضل أن يفطر، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ليس البر أن تصوموا في السفر، ليس البر أن تصوموا في السفر. رواه مسلم في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا القوم لا يعمل معهم ولا يفعل شيئا، وقد ظلل عليه متعب،
فقال ليس البر أن تصوموا في السفر، يعني إذا كان يشق عليكم مشقة زائدة. والحالة الثالثة أن يستوي الأمران. جاءنا قال يا شيخ ما الأفضل لي، أن أفطر أو أصوم، أنا مسافر. قلنا له ما الأيسر عليك؟ قال كلها سواء الحمد لله، إن صمت مع الناس فهو يسير، وإن أفطرت وقضيت فهو يسير. فهنا يتعارض النظر ويشتد الخلاف بين العلماء، فيتوجه أن يقال إن الأفضل أن يفطر، لأن الفطر رخصة والله يحب أن تؤتى رخصه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفطر في السفر رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه مسلم في الصحيح. انتبهوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر في السفر رخصة من الله، هذه الجملة الأولى، فمن أخذ بها فحسن، وهذا تزيين للفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رخصة من الله والله يحب أن تؤتى رخصه، ثم قال فمن أخذ بها فحسن، إذن وصف فعله بماذا؟ بالحسن. ومن أحب أن يصوم، يعني من صام، فلا جناح عليه. إذن في باب الفطر قال فحسن، في باب الصوم قال فلا جناح عليه، يعني مرفوع عنها الجناح، مرفوع عنها الإثم. وهذا يدل على أفضلية الفطر، ويتجه ما قاله بعض أهل العلم أن الأفضل له أن يصوم لوجوه. الوجه الأول أن فيه إبراء للذمة، فإذا صمت برئت ذمتك ولا تطالب بشيء، ولأن الظاهر أن أغلب حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم في السفر، ولذلك في عام الفتح لما خرج من المدينة، والمعروف أن بين المدينة ومكة في ذاك الزمان 9 أيام، صام من المدينة حتى اقترب من مكة، يعني ربما صام 8 أيام، فلما اقترب من مكة أفطر. فالغالب على النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في السفر فيكون أفضل. وقالوا أيضا لأنه يوافق الزمن الفاضل، يا أخوة لو صام وهو مسافر سيصوم في أي شهر؟ في رمضان، وهو أفضل وقت للصيام على الإطلاق، لكن لو أفطر سيقضي في أي شهر؟ في غير رمضان. فقالوا فالأفضل أن يصوم حتى يصوم في الزمن الفاضل. والمسألة كما ترون معترك نظر، والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح فيها أن المسلم لا يستمر على حالة واحدة، بل يفطر أحيانا ويصوم أحيانا. سافرت اليوم أفطرت، وبقيت يومين في مكة مسافرا تصوم اليومين وإن كان يجوز لك الفطر. سافرت هذه المرة في أول رمضان إلى العمرة فصمت، سافرت في آخر رمضان لعمرة تفطر، وهكذا، فتحصل الفضيلتين المذكورتين في النظر، تفطر تارة وتصوم تارة، وهذا ظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الأفضل. خلاصة ذلك،
ما الأفضل للمسافر في رمضان أن يصوم أو أن يفطر؟ والجواب: إن كان الصوم أيسر عليه من القضاء فالصوم أفضل وأقرب إلى السنة، وإن كان الفطر أيسر عليه وإن كان القضاء أيسر عليه من الصوم في رمضان فإن الفطر أفضل ويقضي، وإن استوى الأمران فيصوم حينا إذا سافر ويفطر حينا إذا سافر، هذا هو الأفضل.